أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجلي، وأفضل الصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وغاية نظام التكوين نبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. يا الله، لتطيب خلقنا وخلقنا، ولتطهير أنفسنا، ولتزكيتنا، ولتكفير ذنوبنا، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب صاحب الذكرى، ذلك هو حبيب الله ورسوله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقبول الأعمال خاصة الصيام، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، سيما بقية الله في الأراضين، ولقبول هذا المجلس وسائر المجالس الحسينية، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك سيدي يا أول العابدين وأول المسلمين وأول من صدق برسول رب العالمين. صلى الله عليك وعلى سيدك وأخيك ونفسك، ذلك هو رسول الله، وعلى آلكما أجمعين. سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير، قاربتنا إلى جراحك نار وهدانا إلى ثباتك نور، نحن نهواك لا لشيء، نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخو ووزير وكنوز من علوم حباها إليك، إذ كنت أنت كنزها المذخور، ضرب الله بين وهجيكما حدا، فكنت أنت المنار وهو المنير. هذه الأبيات لسماحة حجة المسلمين السيد مصطفى جمال الدين رحمة الله عليه،
لثوابه ولثواب جميع من قال بيتا من الشعر في آل محمد سلام الله عليهم. صلوا على محمد وآل محمد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبة. وقال عز من قائل: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين هادوا إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى موضوع الولاية، إلى الموضوع الذي صرح الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. طبعا اسمحوا لي أنا الآية: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الولاية التي جعل الله سبحانه وتعالى غاية الخلق ووجود الحياة على هذه الأرض هو روح الولاية. لماذا؟ بس شوية تدقيق وياه. آية الولاية: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. خير ثوابا وخير عقبا هو معناه أفضل العمل، هو معناه خير العمل، هو معناه أحسن العمل. فربط الله سبحانه وتعالى وين الولاية في هذه الآية؟ بخير وأفضل وأحسن العمل، وهو ما كان خيره ثوابا وخيره شنو؟ عقبا، يعني عاقبة. الآية التي قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أحسن عملا هي الغاية من الخلق، من وجود الحياة هاي. ثم ربط الله سبحانه وتعالى أفضل العمل وأحسن العمل بيش؟ بالولاية، لأن الولاية تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة التوحيد. ومن الله سبحانه وتعالى ذاته المقدسة، هذا ذات، أحاط ذاته المقدسة بكلمتين في هذه الآية، يعني كأنما هاي اللفظة المقدسة جعل لها جناحين، جناح منها شنو هو؟ الولاية، والجناح الآخر شنو؟ الحق. وإلا كلمة الله لا تحتاج الاتكاء على أي لفظ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف عن سر الولاية وعن قداستها. ثم أردفت وقرنت آيتين، قوله عز وجل: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذولا شنو في القرآن الكريم؟ أكو أولياء الله وأكو أولياء لله أقل مرتبة. يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء شنو؟ لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وشتان بين أولياء الله وبين أولياء لله.
وحتى من حيث اللفظ طبعا. وهذا منهج للإمام الباقر سلام الله عليه في الاستنطاق القرآني، وهو أن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول حتى الحروف بها معاني عرفانية وبها معاني نورانية. في سورة التوحيد تذكرون أيام الفاطميات ماذا يعلق الإمام الباقر سلام الله عليه؟ قل هو الله أحد الله الصمد. يقول هذا الصمد الله سبحانه وتعالى حتى من حيث اللفظ. ألف لام التعريف، تعريف الصمد وين؟ لم يظهره على اللسان، مما يدل على أن هذا العلم هو علم القلب. يعني شنو؟ وشتان ما بين علم الجنان وبين علم اللسان. هذا حرف اللام بين الأولياء وبين الله، هاي شنو معناها؟ أيضا واحد يستنطقها، يعني أكو بعد حاجب عن الفناء والوصول إلى درجات الكمال العليا. زين، لذلك في القرآن الكريم مرة اشكروا لله، وفرق بين إذا أقول اشكروا الله، لما يجي الحرف هذا فإذا ذول اللغويين يقولوا طبعا هذا الحرف فرق. اللغوي شو يقول؟ يقول هالفرق هنا، إذا أزحنا اللام أصبحت الإضافة اختصاصية معنوية. انتبهت علي؟ واضح؟ يعني هذول أكو بعد عندهم فد منزلة من المنازل أولياء لله ما واصليها. زين، وحتى من المعنى اللغوي أولئك أضيفوا إلى الذات المقدسة، فاختص الله سبحانه وتعالى بهم لنفسه. ولذلك هاي الآية على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بعدين الله سبحانه وتعالى يقول لا تبديل لكلماته. انتبهت علي؟ كيف؟ شنو علاقة لا تبديل لكلماته؟ ما ننسى البحوث السابقة، قلنا الإنسان عندما يرتقي في سلم الكمال ويصبح حجة لله يصبح هو كلمة الله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم. زين، فرق بين كلمات الله وبين كلام الله. كلام الله ينسخ يبدل في القرآن، كلماته حججه. زين، إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى إذا في القرآن الكريم أكو أولياء الله وأكو أولياء لله وأكو أولياء من طبقة ثالثة، وتكررت في القرآن الكريم وين؟ أولياء من دون الله. مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. المفسرين فوقهم سيوف السلاطين، وحولهم الأموال اللي تبذل، ما يصرحون بالحقائق، ما يخالف. صحيح يعبد الأصنام هذا من دون الله، لكن الله سبحانه وتعالى قاعد يتكلم عن صنف من الأولياء من دون الله. أنا كما أقول مثلا، أفرض أستاذ بالمدرسة أو مدير المدرسة، يجي واحد تلميذ مثلا أفرض أو مدرس يقول له أنا من دونك عملت هذا العمل. شنو يعني؟ يعني بدون إذنك، يعني بدون اختيارك. انتبهت علي؟ أم على من دون الله؟ إذن أكو أولياء نصبوا أنفسهم من دون إذن الله، من دون اختيار الله عز وجل. هؤلاء الذين من دون الله ذولي بنوا للبشر بيت، وهذا البيت القرآن يقول ترى بيت العنكبوت. انتبه علي؟ ليش هذا بيت؟ لأن ترى في القرآن الكريم أكو بيتين، أكو مثل هذول اللي من دون الله بيتهم كبيت العنكبوت، وأكو بيت آخر في سورة النور. دقق وياي، ذاك البيت الآخر أولا الله سبحانه وتعالى جعله، انتبه وياي، منبتا وتربته عانقت أصل الشجرة الزيتونة المباركة. واضح؟
اثنين، ذلك البيت ايضا احتضن المشكاة. خلينا نشوف هسه البيتين ذني، شوف هذا بيت العنكبوت ليش؟ من دون الله نصبوا انفسهم اولياء من دون الله، من دون اذن الله، من دون اختيار الله. اما اولئك من هم ذولاك؟ بيوتهم، بيوتهم طبعا هذا اللي سألنا سؤال، احنا تذكرون ايام الفاطميات، الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة، قلنا مو صحيح؟ شنو المشكاة؟ المشكاة بالعراقي يقولون الرازونة، باللغة العربية الكوة، المكان الذي يوضع فيه المصباح. منتبه علي؟ احفظناها هاي. الثاني الله سبحانه وتعالى ذكر شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية. أنا نقرأ القرآن كون أقول هذا المشكاة في كوة، ماذا أستفيد إذا عرفت مشكاة ونور ولكن لا أعرف البيت الذي به هذه الكوة؟ رأسونا بيت من واحد يقول لك أكو نور موجود، نور السماوات، الله سبحانه وتعالى اختزله، الله سبحانه وتعالى جمعه، وين جمعه؟ جمعه في كوة. زين كوة أنا بقى تائه، دلني على البيت الذي فيه هذه الكوة، صحيح ولا؟ السؤال الثاني، كشجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار. زين الشجرة الله في القرآن الكريم ماذا وصفها؟ احنا كنا نعرف القرآن بالقرآن، لماذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر كلمة طيبة ايش قال؟ كشجرة طيبة اصلها صحيح ولا ثابت وفرعها في السماء. فاذا انا اسأل ليالي القدر ايضا اقول وين اصل هذه الشجرة؟ وفي بي بيت. ها؟ الرواية من كتب مدرسة الخلفاء في الدر المنثور يسأل عن هذه البيوت، فرب العالمين وين ختم هذا النور كله؟ وين؟ يقول في بيوت، أجابنا رب العالمين، يقول هاي المشكاة، وترى هذا تسألون عن أصل هذه الشجرة المباركة كما عرفتكم بتلك الشجرة بأصلها وبفرعها، ترى هذه الشجرة بيتها ومحلها وأصلها وفرعها وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أين بيت العنكبوت وأين هذه البيوت؟ انتبهت وياي؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يهدي الله لنوره من يشاء، لذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه يهدي الله لولايتنا أهل البيت. انتبهت وياي؟ بلي شمس الولاية أصل الشجرة المباركة الزيتونية، الكوكب الدري، المشكاة والمصباح كل في هذا البيت. عندما قام أبو بكر بعد أن قام قبل أن قام الإعرابي، اهتز هذا الإعرابي، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي بيوت تلك يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله مو مثل الشعراء أو الأدباء أو البلغاء، بلاغته أيضا بها شنو؟ شحنة من علم الغيب. قال بيوت الأنبياء وسكت. انتبهت وياي؟ في الدر المنثور يقول فقام أبو بكر وقال يا رسول الله إن هذا البيت لبيت علي وفاطمة منها؟ قال بس منها؟ لا، قال من أفاضلها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل باللغة العربية تعرفون؟ أفضل وأكمل، هاي مع المتعانقان في المعنى، مو فقط منها بس أفضل البيوت كلها هذه.
اكو بيوت لمن اتخذوا اولياء من دون اختيار الله عز وجل ومن دون اذن الله عز وجل، ذاك بيت العنكبوت. وهنيئا لمن اختار من اختاره الله عز وجل. بلي، هذا الذي اختار من اختاره الله عز وجل، هذول هم اولياء الله. انتبهت علي؟ ولذلك على هذه الكلمة تشابكت الأقلام. المعاجم اللغوية كلمة الولي رادوا يسوونها يمكن 20 معنى، ولكن ما هاي 20 معنى كلها بعدين ينحصرون. وين حصرون؟ لسان العرب ابن منظور، جد السابع منو؟ منسينا، كان واليا لمعاوية على طرابلس، منهجه منهج أموي، هذا اللي غير معنى الضحضاح في سبيل الطعن بأبي طالب سلام الله عليه. يقول أصلا الضحضاح ماكو، الضحضاح معناه الماء القليل، هذا باللغة العربية. ولكن الرسول قال أبو طالب في ضحضاح من نار. انتبهت وياي شلون؟ فخلي نغير المعنى، هذا هيك عنده حقد يعني، ما عنده انصاف. يقول اذا هذا المعنى من حيث الدلاله اللغويه ضعيف، لم تتكلم به لسان العرب، ما تكلم امام الولي تساقط، ما يقدر يصل الى معنى. يقول واما مار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يجيب عاد بعد يقول اما الشافعي فقال تلك هي ولايه الاسلام، وعما عن احمد بن يوسف فقال تلك هي ولايه الدين. انتبهت وياك؟ من كنت مولاه، هذا مع الحقد عده حسبا ونسبا، ها، لكن يقدر لك هاي بعد شيء ساطع، ما اقدر القلم مهما التوى. هذه ولايه الدين، هذه ولايه الاسلام. ولذلك في صحيح الترمذي ماذا يقول؟ أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، بدأوا يريدون أن يذموا عليا، لا تؤذوني في علي، علي ولي كل مؤمن بعدي. انتبهت وياي؟ كل تفويد العموم يقولون، وبعدي، خاب بعدين يقول لك الرابع، لا بعدي ولي كل مؤمن. إذن هذه ولاية الإسلام، ولاية أهل الإيمان. من هو؟ علي سلام الله عليه. هذا بالروايات، مو هيك؟ نجي لمن؟ إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم الله عز وجل كلمة مولى وولي خصها لعلي وعلي فقط. زين؟ مرة خلى رفيق مع الله عز وجل ومع جبرائيل، فإن الله هو مولاه ومنه وجبريل ومنه بعد، أها، وصالح المؤمنين. والروايات من الطرفين راجعوها، يقول صالح من قصد به علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. شفتوا علي قد عنده سفرات بالقرآن؟ سورة الرعد ما نسيناها، عدة سفرة مع الله سبحانه وتعالى، مع الرسول، وهسه سفرة مياماً مع الله ومع جبرائيل مولاه. بعد كلمة وليكم الله عز وجل بعد ما كررها في القرآن الكريم أبداً. بل هذا المنهج مع آل محمد، كلمة ولاية لم تكرر أبدا في القرآن الكريم. عارف ليش؟ لأنه مثل ما عرفت الفلوس سندفع، سو الولي 20 معنى، لأن على ضفاف الغدير هاي الكلمة لها وقع وإلها صدى. هذا المفسر هذا يوم القيامة لما يوقف الله عز وجل يقول له عندي كلمتان كل منهما بقيت بكرا،
منين جبت هذا المعنى الآخر؟ شنو حجتك؟ خليتهم أنا ذا الكلمات بكر الولاية ووليكم. لما تروح مع جن فهرس ما مكررت كلمتين ذا المقدسة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. روايات الفريقين في علي سلام الله عليه، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وشوف بعد البعد الغيبي، مرات القرآن الكريم الله عز وجل يذكر صفات كمالية. الصفات الكمالية مثلا الصدق، افرض الصديق مثلا، ها معاوية شو سوى جماعته؟ القنوات الفضائية تشتغل، تقول الرواد ذاك الوقت هاكموا فلوس اشتروا بآيات الله ثمن قليلة، خلوا صديقين غير علي بن أبي طالب، انزعوا هذا من هاي الصفة الكمالية. في هذه الآية الصفة مو صفة كمالية، انتبه عليها بظاهرها أسب المعنى العرفاني المعنى العروجي، هذا طبعا مو، لكنه قال تقدير مخاطب بشنو، يقول الظهور حجة. بظاهرها هي تعيين، يعني أوضح أكثر، يعني هل يعقل إذا كان كل من تصدق وهو راكع راح يصير ولي؟ كم ولي يصير عنده بالدنيا؟ كلنا احنا نصير من أولياء، وهاي ليلة قدر حلوة ولا، وأنا أركع وهم من أمديدي، فش زحمة هي شنو؟ لو قابل عمرو بن ود العامر طالع لو شنو لو مرحب، ها؟ مو صفة تستدعي لا مجاهدة أو كمال. إذا كان المعيار بصفة كمالية أن الله سبحانه وتعالى يقول كل مؤمن بس ما هو راكع يتصدق هذا راح يصير ولي، أيعقل هذا؟ لا، وإنما صفة تعيينية. يعني مثل كيف أفرض بالجامعة وصار توزيع الشهادات، الطلبة جالسين، الأول على الجامعة مثل كان جالس على يمين الباب، رئيس الجامعة الجالس مثل شنو قال؟ قال اللي جالس على يمين الباب هو الأول. شي سوى واحد يقول خوش هاي طريقة، بس ما هو يقوم أنا ما أجلس على يمين الباب ونزل سرعنا ونطلع كنا شنو؟ نطلع أوائل. يقولوا له لا، هذا الجلوس المقصود به تعيين مو صفة كمالية. إذن هذه الآية الصفة التعيينية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ماك واحد تصدق في ذلك الوقت بخاتمه سوى ذلك الفرد الأكمل، هو علي سلام الله عليه. وصار الشبهة عند البعض، عند من مرات عنده شوية حجاب عن معرفة الإمامة، يقول يابا أنتم الشيعة تقولون علي سلام الله عليه ينقطع في صلاته. نعم طبعا أهل البيت ينقطعون، الصلاة معراج المؤمن هم يعرجون. نعم زين، يقول وتقولون حتى في حرب صفين كان تنتزع السهام من بدنه حين الصلاة. زين لعل شلون يجي من يجي هذا الفقير وعلي بن أبي طالب راكع مد إيده وانطال خاتم؟ إيش درى بي؟ إذا كان هو بالصلاة ينقطع وجرون من الأسهم، قل له نعم أيها المحجوب، قل له روح أرجع للقرآن سافر سفرة ثانية. شو تقول هاي الآية؟ ويؤتون الزكاة ولا؟ شو تقول مع الأئمة؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. شنو وراها؟ وإيتاء الزكاة. خاف واحد يشرد يقول هاي فعل الخيرات عامة، يقول لربع لا، من بعد العموم خصوص، تبات علي؟ وإلا إيتاء الزكاة من الخيرات، لا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تبهت علي؟ إيتاءه للزكاة كان بوحي من الله عز وجل.
وإذا تستثقل أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه. علي كان في عروج سماوي، الله سبحانه وتعالى ذو الأئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، شنو بعد؟ وإيتاء الزكاة. ذولي صلاتهم حتى وين؟ في لقاء مع الله، إيتاء الزكاة بأمر من الله سبحانه وتعالى. علم وشاف الفقير مر عليه يا محجوب، مو هذا المعنى زين؟ إذن الله عز وجل وليكم، ما كررها في القرآن الكريم بعد، بعد ماكو مال صديق وصدق وهاي وتنجاب، لا اثنين جاب إنما، ويقولون في اللغة العربية إنما تفيد الحصر ومن أقوى أدوات الحصر، إنما الأعمال بالنيات زين، هاي من أقوى أدوات الحصر. فإذا الآية بها لفظ بكر وفيها أداة حصر وفيها خطاب لهذه الأمة التي جافت عليا سلام الله عليه، مولى مع جبريل ومع الله، ولي مع الله ومع الرسول، ويجي عرعور، هذا ما له على المنبر ما يجيب الاسم هذا، تعرفين شنو يقول؟ اكو قراءة ثانية، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة، لا يقول والذين يقيمون الصلاة، عجيب هاي يعني افتكارك هذا؟ لا تحريف القرآن، من يقول بيه احنا لو انت؟ يقول لا ما يخالف، اكو عبد الله بن مسعود هم قاري هكذا، منتبه علي، يعتقد اذا جاب واو راح يزيح عن علي سلام الله عليه وتطلع برامج المستقلة. هذا واحد يسأل، امرأة تتصل تقول أنا آية واحدة خلتني أتحول من مدرسة الخلفاء إلى مدرسة أهل البيت، قالوا لها شنو؟ قالت قوله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الناصب الوهاب شو قالها؟ قالها بالصلاة هو يصير واحد يحرك إيديه وهاي يعني مكروه إن واحد يحرك إيديه وعده على اساس قلت عنها ليش اعتبرت كرامه ومقام؟ مو قلت لك انا بل مو هذول، هذا نفس اشكال مال ذاك، يعتقد ان علي سلام الله عليه هيك يعني هو في صلاته كصلاه البعض، واوحينا اليهم فعل الخيرات، اوحى الله سبحانه وتعالى كما اوحى الى ام موسى، ام موسى اقل مراتب من علي سلام الله عليه، مريم أقل مراتب من علي سلام الله عليه، نزل عليه الروح الأمين وخاطبه، ليش تستثقلها على علي بن أبي طالب؟ زين، إذن الآية تقول هنالك الولاية، ليش هنالك؟ إن شاء الله هيكون نحفظها، ها؟ ليش مو هنا؟ أمس البحث شنو قلنا صوت الرعد؟ تلك مو هذه. تلك آيات الكتاب، سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، نعم إشارة إلى البعد، هنا للقريب، وهنالك وين؟ مقام علي، هذا المقام، والمقام العلي بعيد فعلا، بعيد عن من تدنس وتلوث بيش بالخطايا فعلا، كمقام الكتاب العزيز، ذلك الكتاب لا ريب فيه علما هدى للمتقين، هذا بعيد عن غير المتقين، ولذلك نجيب شنو؟ نجيب ذلك. كذلك سورة الرعد أمس قلنا تلك آيات الكتاب، قرنت بالحق، من هي آيات؟ ألف لام ميم راء، من قريبة هذه؟ للراسخين في العلم فقط، لمن اختصهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم علم التأويل. هذه الآية كذلك هنالك، هذا مقام قدسي، هذا مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، هنالك الولاية لله
الحق. شنو بعد احنا هذا نقوله؟ نقول الذي يتخذ نبيا غير ما اختاره الله عز وجل، شنو مكان عند الله عز وجل؟ وين يروح، للجنة أو للنار؟ هذه الآية تقول الولاية من اختصاصات الله عز وجل، الله يهبها لمن يشاء. ويا بني آدم إذا أردت، هاي فالهبة قرآنية، سؤال هنا بعلم الأصول مرات يقول أكو قيود توضيحية وأكو قيود احترازية. الله أكو عندنا الله باطل والله حق، حاشا لله، كفر من قال ذلك، صحيح ولا زين؟ إذن شنو الداعي؟ هنالك الولاية لله. يقول هذا قيد توضيحي من الله عز وجل. من تقرأ القرآن أنت إذا تريد تكتشف ولاية الله الحقيقية، فاكتشف أين الحق وأين مقره ومستقره. انتبهت وياي ولا؟ المطلب واضح. الله سبحانه وتعالى حق، ولكن من أريد أكتشف؟ أنا أريد أكتشف ولاية الله. ولاية الله إذا اكتشفت الحق ستعلم من هم أهل ولاية الله عز وجل. أها، أكيد المعلومة أجتك، مو صحيح؟ عيسى بن مريم الله سبحانه وتعالى سماه قول الحق، بل ووصف ذاته المقدسة بأنه الحق، الله عز وجل، ووصف القرآن الكريم بأنه الحق، ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه الحق. زين، ويقف رسول الله، خلي نعرف شلون بعد، راح يجينا معنى آخر، ليس فقط الولاية لعلي. ليش؟ لأن الله عز وجل ربط الولاية بالحق. ويقف رسول الله صلى الله عليه وآله وفي صحاح مدرسة إخواننا أهل السنة يقول حديثا، طه حسين عميد الأديب العربي يقول أنا هذا الحديث حقيقة، يقول شنو المعنى البي أنا ينحسر ذهني، ماذا بقى بعد؟ ما بعد الحق إلا الضلال، ما عدنا حق، وشو حق ما عدنا. وإذا يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مو يقول للعلي بس، يقول له أنت الحق، لا لا، يأسر الحق ويجعله يطوف، ويجعله يطوف حول علي، ولا شو يقول بالصحاح؟ أدر الحق معه أينما دار. عجيب، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أينما دار علي سلام الله عليه فالحق يطوف حول علي. ولعل أكو صورة أدبية ليست غريبة، إذا كان الحجاج يطوفون حول بيت الله، مو هيك شيء ولا؟ لهم طواف، وليد البيت من هو؟ هو علي سلام الله عليه، إي ولا؟ هناك تطوف الحجاج حول أحجار البيت، وشاء الله عز وجل أن يجعل للحق حجا يطوف وين؟ يدور حول وليد البيت، حول علي سلام الله عليه. إذن الولاية ليست فقط لعلي، وإنما تدور حيثما دار علي سلام الله عليه. انتبهت وياي؟ لأن مفتاح الله جعله هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هذا سؤال للعقل، إذا واحد يسأله يقول له منو أفضل أعمال ثوابا؟ يقول له أفضل أعمال خيرها ثوابا وخيرها عاقبة، لأن الإنسان إذا صار عنده ثواب وعاقبة ليست حسنة ما لها قيمة. إذن خير الأعمال وأفضل الأعمال ما كانت خير ثوابا وعاقبتها أيضا خير. ولذلك
آبائنا السابقين، حي على خير عمل. شو يقولون؟ سلام الله عليك يا خير العمل. لأن الله عز وجل ربط خير العمل بيش؟ بالولاية. وربط الولاية بيش؟ بالحق. وأخذ الحق فأداره مع علي، فأصبحت الولاية تدور مع علي، والحق إذن يدور مع علي، والعمل خيره شو يصير؟ مداره وثقله علي سلام الله عليه. ولو هي خير العمل حديث الرسول يوم الخندق تكشف لك أيضا ضربة علي يوم الخندق شبيه تعدل عبادة الثقلين. شنو هذا عمل علي؟ لا، إذا ضرب من ضربات سيفه. ليش؟ لأنه اجتمع فيه الولاية، واجتمع فيه شنو هو؟ الحق. وماذا بعد الولاية والحق؟ هذه الولاية التي الله سبحانه وتعالى خصها بعلي سلام الله عليه. ولكن ما أدراك ما علي. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مظلوم بالإسلام هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. أصبر الصابرين أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك زين العابدين سلام الله عليه يقول أنا ابن أصبر الصابرين. صبر علي لا تتحمله الجبال، بل لو قطعت به الأرض وسيرت به السماوات. أصبر وفي الحلق شجا وفي العين قذا. سيدي بقية الله، الليلة ليلة القدر، يا ابن علي يا ابن أكرم الخلق من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، نستأذن الله سبحانه وتعالى أولا، وأستأذن رسوله صلى الله عليه وآله ثانيا، وأستأذن ابن علي بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب أقدام الفدوة. سيدي فأذن لي في خطابك في ليلة علي في ليلة القدر، إلا ما أكون أهلا لذلك، أنت أهل لذلك بعلي. سيدي ما هو مصبر علي سلام الله عليه؟ ما هي ظلامة علي سلام الله عليه؟ سيدي ها الذي جعل الحق يدور حوله حيثما دار، ولباس الولاية القدس لا يصلح إلا لروح علي لبدن علي. مجرد وفاة جدك وإذا بعلي يقاد بالحبال ها وين؟ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى علي محاصرا في بيته إلى أن في مثل هذه الليلة. هذه الليلة شلون ليلة هاي؟ هاي الليلة اللي كانت آخر أمل لمن؟ لأهل الإسلام لأهل الإيمان، ولكن طفئ هذا الأمل بسيف ابن ملجم لعنه الله. في هذه الليلة علي سلام الله عليه جالسين الأصحاب، ولكن بعد قليل الإمام الحسن سلام الله عليه طلب من الأصحاب الخروج. ما اللي يبقون أهل البيت يجتمعون حول علي؟ تقول الرواية خرج الأصحاب أغلق الباب الحسن سلام الله عليه، وإذا يسمع بصوت ونشيد وبكاء خلف الباب. أقبل الحسن، من هذا؟ وبه إذا به الأصبغ بن نبات. يقول له سيدي كريم أهل البيت ها أنا لا أستطيع أن أفارق عليا، أنا ما ينطيني قلبي، ها أنا أخرج لي ساعة احتضار علي. إذن يا بقية الله احنا أيضا مع الأصبغ بن نبات بن نبات. إذن برحلة القلب اليوم إلى الكوفة، إلى منزل علي ها، إلى المشكات، إلى النور، إلى منبت الشجرة الزيتونة المباركة. سيدي إذا كان الدموع من الأصبغ من نباته وكريم أهل البيت سمح له في الدخول، احنا كذلك بدموعنا نقسم عليك بعلي سلام الله عليه. إذا الأصبغ من نباته فتحوا له باب البيت، احنا هم يتفتحون له باب آخر
ألا هو باب محبة علي، باب معرفة علي. احنا سفر القلوب، قلوبنا مجتمعة عند دار علي. ها، اذا سيدي كريم اهل البيت ابا محمد الحسن المجتبى، اذنت للاصبغ بالنبات. نحن ايضا احنا المستغربون، نحن اولياءكم وان بعدنا عنكم بدنا، اذن لنا في الدخول لنستضيء بنور وجه علي. ها، دخل الاصبغ بالنبات، نظر الى وجه علي سلام الله عليه. ها، وقد خيم عليه اصفرار الوجه. ابن نبات اصبغ ايضا بكى، احنا نبكي معليش لان وجه علي وجه الله، لان هذا الوجه قد دافع عن رسول الله صلى الله عليه واله. هذا الوجه الذي لم يسجد الى صنم. سيدي نظرة القلوب الى وجه علي في هذه الليلة، قال له يا أصبغ إنها الجنة، ها يعني لا تتأذى إنها الجنة. ثم بعدين أمير المؤمنين سلام الله عليه بدأ بوصاياه، اجتمع أهل بيته، أوصاهم بيش؟ أوصاهم بالقرآن الكريم وبمحمد لا تضيع سنته، أقيموا هذين العمودين، أضيئوا هذين المصباحين. إذا نقسم عليك إلهي بنور علي، أضئ قلوبنا بهذين المصباحين في هذه الليلة، ليلة القادر. ها، وهو يوصي بعد من وصاياه أيضا، يوصي بقاتله. إذا بقية الله نقسم عليك بعلي، إذا كان يوصي بقاتله الليلة كذلك حنوصيك، نوصيك مين في هذه الليلة؟ أن تدعو لنا حب علي، شفاعة علي، معرفة علي، مغفرة علي. يوصي أيضا بقاتله، أطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي، لا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تحرم المثلة ولو في الكلب العقور. ثم علي يقول جاوركم بدني أياما، ها حوله أهل البيت، وأكيد مع أهل البيت منهم المصائب زينب، زينب الطاهرة، زينب العقيلة، زينب عزيزة علي، زينب التي تشبه عليا في منطقها وفي مشيتها. أها، وإذا بأمير المؤمنين سلام الله عليه مدد رجليه، أيوة سيدة، هو أسبل يديه. إلهي هذه اليد التي ضرب من ضرباتها تعدل عبادة الثقلين، هذه اليد التي وين أخذت باب خيبر التي عجز عنها 44، قلعها بهذه اليد. أحقا هذه اليد تسبل في هذه الليلة؟ أسبل يديه، بعد أغمض عينيه، أيوة سيدا، أيوة عليا، تهذبت والله أركان الهدى بقتلة سيد الأتقياء، قتله أشقى الأشقياء، وكاني بلسان حال زينب. مو بس زينب، احنا هم وياها، واحنا امير المؤمنين سلام الله عليه يروى النبي صلى الله عليه واله يقول انا يا علي انت وانا ابوا هذه الامه. فاذا الشعر الشعب زينب تقول بوي، احنا هم بنقول بوي، بوي نروحك اللي احنا فدايا. كبير المؤمنين بويا نروحك اللي احنا فدايا، دخل ليلة القبور يا ابويا وياك، ما هو غيبة يا ابويا وقعدتنا،
لأبويا ناس خيمة. بلي بلي والله بعد أمير المؤمنين تابع الشيعة وقبلها خيمة. أثاري لأبويا ناس خيمة يظل العلولة ويا والله والله ضيمة. أنا صير مو عقبك يتيمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. إلهي إمام المتقين علي، إلهي نقسم عليك في هذه الليلة. أول الدعاء لبقية الله لابن علي أدب الدعاء. يا الله يا الله يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة التوحيد حبيبة علي إلهي، وقد ورد أن منزلة علي عند الناس كسورة التوحيد في القرآن. يا الله يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين. يا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل نعمة، الشكر لله كما هو أهله، الحمد لله كما هو أهله. اللهم ما بنا من نعمة منك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلي وآلهما، والعن وأهلك أعدائك. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين يا الله، وقتلة آل محمد وعلي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه، وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة يا ربي، صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، دعاءنا به مستجاب. اللهم اجعل رزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية. إله الليلة ليلة القدر، سيدي نقسم عليك بوجه علي، أقبل بوجهك الكريم علينا يا الله، وتقبل تقربنا إليك يا الله. إلهي بنظرات علي، وكلها نظرات إلهية. ليش؟ يقول ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه فيه. إلهي بنظرات علي انظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك يا الله، ثم لا تصرفها عنا بجودك يا الله، بجود علي سلام الله عليه. إلهي بعلي الذي أمر أن يسقى قاتله في هذه الليلة، اللهم اسقنا من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، بيده وبكأس ولده الحج صلوات الله عليه وآله، ريا رويا هنيئا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. إلهي بحب علي ارزقنا في ليلة القدر محبة علي، بمعرفة علي بك إلهي ارزقنا معرفة علي، وتلك أعظم هدية في ليلة القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعنت الوجوه للحي القيوم وخاب من حمل ظلما. إله الوجوه وجه علي سلام الله عليه في هذه الليلة. وعنت الوجوه للحي القيوم وخاب من حمل ظلما. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ابن علي هو المضطر إلهي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم. يا الله 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 يا حميد بحق محمد،
يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين، سينا بقية الله نرضي. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجهم إلهي، فرج عنهم بابن علي الحجة سلام الله، لا سيما أهل العراق. الليلة ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، فيها هدايا عظيمة إلهي لدهليتنا علوية مباركة. صل على محمد وآل محمد المؤسسون، تقبل عملهم. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. سادة الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات، وهذا العبد المذنب نقسم بإعانة علي لمحمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا معينين لولده بعفة بورع واجتهاد وعفة وسداد، بنصرة علي بأصحاب علي، جعلنا من خير أصحابه، أسماءهم في الأرض مجهول، عرف الله حقا. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى أم الإمام صلوات الله عليه وعلى آبائه جميع سفرائه ونوابه، سادتي خدمة المنبر الحسيني، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيما أموات الحاضرين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.